تذكر شاب اسمه أبو النور. هو شاب كان يشتغل بالحراك الثوري من بداية الأحداث، من الغوطة، من الهيجانة. عنده طفل صغير مريض معه فتحة قلب يمكن، فبحاجة لعلاج وإنه مشفى وشعور الأمة بتعرفي كيف غريزتها. فعلا أخذت الولد وسافرت للشام ووصلت حاجز النظام، بس لأن زوجة أبو النور نزلوها هي وطفلها، أخذوهن على فرع من الدولة، الفرع اللي هو جانا علي. حكالي إنه اتصلوا فيه عم يسمعوا صوت زوجته وهي عم تصرخ، صوت ابنه الطفل إنه تعال سلم حالك عشان نعيفه. شال حاله وسلم حاله لهم. وقت كان يطلع التحقيق تطلع هو وزوجته يعذبوه قدامه عشان يعترف بكل شيء، يتحرشوا فيه قدامه. ما طيب يعني هو مكلبش بس بيشيلوا الطماش مشان يشوف زوجته. اعترف ويقعد يبصم يبصم، خلص شو بتكون أنا. يفوتوا بعد التحقيق مرة، فوتوا هو بيعرف زوجته اللي برا، قعد يسمع صوته وهي عم تصرخ وتقتصر. تذكر أبو النور صار يسفق راسه هون من ورا الحيط، 26 الحيط صار دم وراسه لا غاب عن الوعي. بعد فترة قصيرة نقلوه، ومات هو طبعا بصيدنا. قتل ليس مو مثل أي إعدام شفته أنا، ماما مو مثل أي إعدام شفته، يعني شفنا واحد بتنطق برقبته ببوط عسكري تدعيس على رأسه لمات كذا، هو لا يعني موتوا موتين بشعر. تذكر يعني لما فاتوا حطوه بنص الغرفة بلشوا يدبكوا عليه، ضرب 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 بوحشية وبلا إنسانية، شيء ما طبيعي. نحن عم نسمع نحن وشنا على الحيط وجاسيان جيبوا لأبن هالفلانة، ألفاظ تفنن بالسب وبالشتام وبالكفر. جيبوا لأخو، جيبوا لأبن، فوتوه يمكن على التواليت. صوت ضربه لو عم يقول العسكري للتاني انه طلع على العضاضة، في بالتواليت عمود باطون هيك مرتفع شوي عن السقف، فيقول له طلع على العضاضة ودبوك عليه. فكأنه هذا العسكري فعلا طالع على العمود هذا هيك ماسكه او كذا، كاسر راسه بجورة التواليت.